فاكر يا منى خدت مين الوحش ده؟ مش فاكر، فكرني. خدت منى الصغننة أم ضفاير اللي كانت بتستناني كل يوم الصبح عشان نروح المدرسة سوا، ونخرج من المدرسة جار نيجي علينا نلعب استغماية ونمن بيوت من الرب لوحدنا وبعيد عن الناس. لكن برضو عم نبيب نظر المحبة قفشني وأنا ببوس إيدك. يومها شخط فيك حتة دين شخطة. قال لي يا ولد يا ملعب أنا هقول لأمك. الراجل ده دمه خفيف بشكل. مسكين عاش طول عمره راهب بعد ما ماتت حبيبته، عشان كده دايما يبارك حبنا. كانت ايام حلوه يا ريتها دامت، لكن حضرتك بقى سبتني وسافرت على مصر غصب عني. قلت لهم انقلوا مهندس خانه هنا ما رضيوش. دمهم تقيل، حكموا علينا نشوف بعضنا كل سنه مره. مين قال كده؟ امال مين اللي دايما معايا في مصر جوه هنا؟ مين اللي دايما بصحى على صوتها كل يوم الصبح واسهر الليل وهي جنبي تذاكر معايا وتشجعني؟ مين اللي بتخليني اعد السنه بالايام والساعات لحد ما تيجي الاجازه واستلف اجره القطر واجي لها جري على مرسى مطروح، وتقعد اسبوع 10 ايام وتسيبها وتسافر تاني؟ خلاص يا منى هانت كلها 7-18، وتاخد الدبلوم وتطلع من الاوائل ضروري، وتيجي جري اخطفك قبل ما... قبل ايه؟ قبل ما العزول ياخدك مني. مين؟ محمد نجوم السماء اقرب له. ما انا عارف. ولما انت عارف خايف ليه؟ خايف من ابوكي. بابا مش ممكن يرجع في كلمته. بس محمد اصله غني ومتيسر. ولو، ما انت كمان هتبقى مهندس قد الدنيا. وانت هتبقي ايه؟ هفضل زي ما انا حته مدرسه في ابتدائي على قدها. لا ده انت هتترقي عن كده بكتير. يعني هبقى ايه؟ هتبقي مراتي. احمد. يا روح احمد. هتسافر بكره. لكن صورتك مش هتفارقني. هتوحشني. ده آخر فراق بينا. أحمد. ده أحسن حد يشوفنا. بابا. أنا أصلي اتأخرت عليه. قعدت قلبي حرام عليك. منى. أهلا أهلا. مساء الخير. مساء النور. اتأخرت ليه يا بنتي؟ أصل كان عندي شغل يا بابا. محمد أفندي عاوز يشرب قهوة مظبوط من إيديك الحلوين. حاضر. سعيدة يا كريم. مش معقول تبقي جاية من عند أحمد وبتنرفزي بالشكل ده؟ ما هو من بوز الأخ ده اللي لازق لنا ليل نهار. مين؟ محمد؟ ايش حاسبك منه؟ له مصالح عند ابوكي عايز يمشي حاله. احكي لي بقى عملتي ايه بقى مع احمد؟ احمد احمد هيسافر ياخد الدبلوم ويجي هنا ياخدني. الف مبروك الف مبروك يا حبيبتي. يا سلام يا سلام لو ربنا يحقق اللي بتمناه واحنا الاثنين نتجوز في يوم واحد، انت واحمد وانا وعبد الخالق. يا ريت. ما تتجدعن بقى يا احمد. وبهذا نكون قد استكملنا الحديث عن محركات البخار، وفي المحاضرة الجاية هنبتدي التطبيق العملي. لو تسمح يا دكتور. ايوه يا باشمهندس. كنت عايز اناقش نقطة صغيرة في محاضرة النهاردة. هو أنت ما تفوتش ولا محاضرة من غير مناقشة؟ أحمد حمدي دايما يناقش في الصميم. أنا شخصيا متنبئ له بالنبوغ. بكرة هتسمعوا عنه. أيوه يا أحمد. اتفضل معايا يا أحمد. السلام عليكم. احمد حمدي ده ما يبطلش غلبه ابدا. دي مش غلبه، دي شطاره يا اهبل. ده موضوع عايز وقت يا باشمهندس. ابقى اتفضل حضرتك تمر عليا في البيت الساعه 5 زي العاده. وهو كذلك يا دكتور. الف شكر. مع السلامه. مع السلامه. صباح الخير يا انسه سام. اهلا استاذ احمد. فين من زمان ما حدش بيشوفك؟ تحت امرك يا فندم. اهو جاي يا ست النهارده كسر دماغي بمناقشاته. اهلا وسهلا. بيشر. الف شكر يا فندم. مع السلامه.
شكرا يا دكتور. ان شاء الله بعد ما هتتخرج هتلاقي فرصه ذهبيه مستنياك. صحيح يا بابي؟ طبعا. تفتكري مشروع مصنع النسيج بتاعنا مين اسب واحد عشان يشرف على تنفيذه؟ الاستاذ احمد طبعا. الف مبروك. تشكر جدا. الفضل كله للدكتور صفوت. العفو يا ابني. استاذن لو سمحت. اتفضل اتفضل يا ابني. انا كنت عايز تسلم ايدك يا ماما. ربنا معاك يا ابني. اول ما سمعت الخبر ده تخيلتك على طول حرم الباشمهندس. امتى يا منى؟ امتى؟ ما عندكيش فكره انا بستعجل الوقت ازاي. فاضل قدامي شهر، انما متهيألي انه عمر. لكن هصبر هصبر علشان عارف ان ربنا هيكافئني بيكي في الاخر. يا حبيبي النهارده بقى انا ناوي اخلص طاري. النهارده بقى مفيش طاوله. الله ليه بقى؟ أنا مش جاي ألعب، أنا جاي لك في طلب هام وعاجل. إيه تاني؟ أنا مشيت لك كل التصاريح الجديدة. ناقص تصريح واحد، تصريح شخصي. شخصي؟ أيوه. أنا بطلب منك إيد الأنسة منى. ها؟ قلت إيه يا مصطفى أفندي؟ أيوه أصلك فاجئتني. طبعا شرف كبير. بس ايه؟ في حاجة؟ لا ابدا، مفيش غير الموضوع اللي كلمتك عنه. موضوع ايه؟ مش احمد حمدي؟ ما انت قلت لي انه مش رسمي. فعلا فعلا. يبقى خلاص ما عندكش مانع. طيب لو سمحت اديني مهلة افكر. الحكاية ما بدهاش تفكير، ما انت عارفني كويس. اهلا وسهلا، انعم واكرم. عايز اسمع منك بقى كلمة القبول. كله بامر الله ونعم بالله. ايدك يا مصطفى افندي، ايدك يا راجل. ربنا يقدم ما فيه الخير. احمد احمد افندم. على اسمك. اتفضل افندم. مبروك يا احمد. الله يبارك فيك يا دكتور، نجحت وبامتياز زي ما كنت متوقع. الفضل ليك يا فندم. العفو. الاهم من النتيجه ايه؟ ايه يا فندم؟ الوظيفة طبعا لو وعدتك بيها. انا تحت امرك. تعال بقى بينا نتكلم في مشروع المصنع. اركب. عم نجيب. مين؟ حمادة. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا عم نجيب؟ عاش من شافك يا سي احمد. وازي الست الوالده؟ بخير الحمد لله. ازيك انت؟ زي ما انت شايف. تعال بقى استريح، انت لازم تعبان من السفر. اتعب ازاي يا عم نجيب اذا كان كل متر بيمشي القطر بيقربني من اللي بتمناه طول عمري؟ يا عيني والله فكرتني يا سي احمد بالذي مضى. انا بقى عايزك في حكايه بخصوص الذي مضى. تعال بس. السلام عليكم. عليكم السلام. عثمان، في اوضه محجوزه باسم احمد حمدي. ايوه يا فندم، وفي كمان تلغراف عشان حضرتك. تلغراف؟ ايوه. طب لو سمحت طلع دي اوضتي. عم نجيب الحقني. عم نجيب خير؟ حصل ايه؟ بقى انا كنت واخد اجازه اسبوع، انما التلغراف ده بيقول ان انا لازم اسافر اوروبا يوم الجمعه الصبح. قال يبقى لازم ترجع مصر دلوقتي حالا. ارجع فين يا عم نجيب؟ انا مش هتحرك من هنا لما تخلص لي موضوع منى. مستعجل ليه يا ابني بس؟ ده انت ما فيش قدامك غير بكره. اسمع، ارجي الموضوع ده لحد ما ترجع من اوروبا. نهارك سعيد. تعالى هنا، انا لازم اجوز منى قبل ما اسافر. عم نجيب انت في مكان اتولد تمام،
ممكن تسبقني على بيت مصطفى فندي وانا ورايا مشوار صغير اقضيه واجي لك على هناك، تكون مهدت لي الموضوع وانت راجل حبيب قديم وسيبني نتكلم في الحاجات دي. وليه الكركبه دي بس يا ابني؟ اسمع انا هستناك هنا، تروح مشوارك وترجع لي، نروح بيت مصطفى فندي سوا رجلي على رجلك. على كيفك يا عم نجي. طيب ممكن تخلي الطربوشه معاك لغايه ما اجي؟ أحمد مرة 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 حياة قلبي وحشتيني مرة مرة. أنا بقيت مهمة جدا، الدكتور صفوت أستاذي في الكلية هيصفرني بعثة لسويسرا 4 سنين، وبعدين بقى وبعدين ارجع مدير مصنع كبير قوي. منى انا مسافر بعد يومين وانت معايا على طول. مين كان يصدق ان احلامنا الصغيره تتحقق بالصوره الكبيره دي والصوره العجيبه دي؟ منى في حاجه. الف مبروك يا احمد. امال مالك؟ انا فرحانه لك قوي يا احمد، بس حصل حاجه. حصل ايه؟ قولي. محمد خطبني من بابا. محمد؟ وبابا وافق؟ مش ممكن بأي حق، ده وعدني من 5 سنين، البلد كلها عارفة انك ليا. مش قادر اصدق. وانتي ما عملتيش حاجة. منى ازاي تسكتي على كده؟ انت عارف بابا يا احمد شديد وعنيد، وانا فضلت ما اكلموش لغايه ما تيجي انت. مرضتش اكتب لك باللي حصل، خفت اسبب لك صدمه وانت داخل الامتحان. هنعمل ايه يا احمد؟ لازم يوافق، لازم يفهم ان مفيش قوه في الدنيا تقدر تفرق بينا، واذا رفضني واصر على رايه مفيش قدامنا غير حل واحد. ايه يا احمد؟ تهربي معايا ونتجوز في اسكندرية ونسافر على اوروبا. منى انت مترددة. انا ما اقدرش اتردد لحظة يا احمد، انا ربطت حياتي بيك وعشت عمري كله على حبك. خلاص بكرة هكون مستنيكي في المحطة، القطر بيوم 5. يا ابني ده كلام ما يقبلوش عقل. يا مصطفى فندي الكلام ده هو عين العقل. ازاي بقى سنجيب واحد جاي يخطب ويكتب وياخد بنتي ويسافر بلاد بره في 24 ساعة وتقول لي ده عين العقل؟ ان كان على الوقت يا سيدي يتدبر. يا عمي انا ممكن اجل سفري. يا ابني حط نفسك مطرحي، ازاي تدي بنتك لتلميذ لسه رايح يتعلم 4 سنين في بلاد بره؟ يا عمي انا مهندس ومرتبي كبير. يا احمد ما تتعبش نفسك وتتعبني معك. طب انا مستعد اجل الجواز لغايه ما ارجع من اوروبا، بس نكتب الكتاب دلوقتي. وانا مش معقول اعطل مستقبل بنتي 4 سنين. يا مصطفى يا اخويا السنين بتكر ورا بعضيها. يا سنجيب يا احمد يا ابني، منى لازم لها واحد يقدر يسعدها ويضمن مستقبلها، والواحد ده اتقدم خلاص محمد افندي. ومنين حضرتك تعرف ان محمد افندي هيقدر يساعدها؟ خدت رايها؟ رايها طبعا مش ممكن يخالف رايي، انا ابوها وانا ادرى واحد بمصلحتها. يا مصطفى يا اخويا روق كده وهدي نفسك، انت غلطان. والله انا حر ببنتي. انا ما بقولش حاجه، انما ما تحرمش قلبين من بعض، ما تكررش مأساتي. أنا مثل حي قدامك ما تبقى ظالم. أنت بتهن في بيتي؟ لا أنا جاي أنورك، ده أنا قلبي على البنت أكتر منك. يا سنجيب منى هتتجوز محمد والكتاب هينكتب بكرة، واللي عنده كلمة منكم يوفرها. يا سيد مصطفى
انا هقول لك كلمة وتحطها حلقة في ودنك. انت هتجني على بنتك. يلا يا احمد، يلا يا احمد، يلا اتفضل. انا هخرج اكلمه. بلاش يا منى، في ايدك ايه تعمليه؟ انت عارفه ابوك كويس. لكن ازاي يحكم عليا الحكم ده؟ ايه يا منى، مش عاجبك؟ كان لازم يا بابا تسمع رايي الاول. اتفضلي يا ستي وقولي رايك. انا يا بابا مش عايزه اتجوز محمد. لكن انا وعدته وانا ما اتعودتش ارجع في كلامي. ما انت يا بابا وعدت احمد قبل كده، ليه رجعت في كلامك دلوقتي؟ اخرسك! انت بترد عليا؟ قسما بالله لازم تتجوز محمد بكره، ومن دلوقتي مش هتعتبي باب البيت. اطلع المحطه يا ابني. لا اطلع على سكه البحر يا اخي. ليه يا ابني؟ ليه نعدي على بيت مصطفى دلوقتي؟ زمانهم بيكتبوا الكتاب. عقبال عندكم، انتوا اتاخرتوا قوي على كتب الكتاب، انا وصلت المأذون دلوقت. يا ابني ما تقعدش تنحر في نفسك، سهم القضا ونفس. معلش يا ملكي، عايز اعدي على البيت لاخر مره. امرك، اطلع البحر يا ابني. كل شيء اسمه نصيب يا منى، اي مكتوب لك لازم اطلع يا اسطى على المحطة. مصحوب بالسلامة يا ابني، خلي بالك من نفسك يا احمد. يا ابني القطر لازم يمشي، ما اقدرش اعطل اكتر من كده. اللي بيحب يا عم نجيب يفضل لاخر عمره متعلق بالامل. انت هتقول لي يا ابني ما هو حالي كم من حالك. الجرس ضرب، اطلع يا ابني الله يهديك. مع السلامة. Thank you.
ايه اللي جابك ساعة كتب الكتاب؟ مش ممكن يتكتب كتابي على واحد غير احمد، مش ممكن. بس احمد سافر يا بنتي. اسافر وراه، مش قادر اعمل اجيب حياتي ايه من غير احمد؟ الله يجازي اللي كان السبب. اعمل معروف يا عم نجيب، لازم الحق احمد. تلحقيه ازاي بس؟ باي طريقه، ابوس ايدك. يا رب دبرها بمعرفتك. اقول لك تعالي معايا يا بنتي، تعالي. يا بنتي مفيش عندنا الا حل واحد، هشيع له تلغراف على محطه العلمين يسلمه له في القطر عشان يستناك، وبعد كده نفكر في طريقه نبعتك بيها لحد هناك. طب مفيش اوتومبيلات ولا اي حاجه علشان احصله في العلمين؟ اوتومبيلات ايه يا بنتي؟ ما انت عارفه البلد. اعملي معروف سبيلي ابعت له التلغراف على محطه العلمين. صوحي تعالى. ايوه حضرة المعود. اطلع القطر سلم التلغراف ده لواحد اسمه احمد حمدي. يلا عشنا وشفنا تلغرافات اخر زمن. تلغراف احمد افندي حمدي، احمد افندي حمدي، تلغراف تلغراف احمد افندي حمدي. من فضلك ممكن ابعت تلغراف؟ متاسف مرسل التلغرافات مش موجود. وبعدين انا طب تسمح لي ورقه؟ اتفضل. قلم كمان لو اتفضل. شكرا قوي. تديني موظف التلغراف يبعته مطروح، لازم الحق القطر. كل سرور. متشكر قوي. يا حضرة المعاون مفيش حد خالص في القطر بالاسم ده. خلاص لم يستدل عليه. تلغرافك ردوه يا منى، لم يستدل عليه. مفيش عنوانه في مصر ابدا، كنت ببعت له جوابات على المهندس خان. ولا تعرف المركب اللي هيسافر عليها هتقوم منين؟ ما قاليش، ما اعرفش حاجه ابدا. تلغراف يا استاذ منى. اتمنى لك سعاده الدنيا مع محمد احمد. حرام حرام عليك يا احمد. كيف يا رب دكتور، حد يجيب دكتور يا عالم. ادي يا سيدي بنات العائلات، بقول له مصطفى افندي يعفينا من الجوازه دي. حاضر يا شيخ محمد، ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. منى حبيبتي، منى ردي عليها يا منى.
هي تحت تأثير صدمة شديدة. يعني ممكن تتحسن بالعلاج يا دكتور؟ الأهم من العلاج إنكم تشوفوا سبب الصدمة وتساعدوها على النسيان، يا إما تحققوا لها رغبتها. وحياتك قلنا الكلام ده يا دكتور ولا عجبش. أشوف الشباك يا ماما. تروح وترجع بألف سلامة يا حبيبي. الله يسلمك. ادعي لي يا ماما. ترجع لي سالم غانم بإذن الله. أشوفك بخير. مع السلامة. مع السلامة يا أحمد. الله يسلمك. خلي بالك من نفسك يا أحمد. ما تقلقيش يا حاج، أنا مسافر له كمان شهرين. وأنا معاك يا بابا. وأنت معايا يا ستي. مع السلامة يا باشمهندس، اتفضلي يا هانم. مع ألف سلامة يا حبيبي. الله يسلمك. انت ابا ما كنتش عارف ان حالتها هتوصل للدرجه دي. معلش يا بابا، الشده شكرا. عمو نجيب جاي يطل عليك. السلام والتحية على أصحاب الطلعة البهية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إزيك يا راجل يا طيب؟ زي الحصان زي ما أنت شايف. وش حال عينكم؟ طاب وتم شفاه؟ الحمد لله. والشكر لك يا رب. ايه الاخبار يا عم نجيب؟ مفيش اخبار. عشان كده يا ستي خدت اجازه اسبوع وهاخدك معايا ونطير على مصر نقابل الست ام احمد ونعرف منها اخبار. سي احمد يا حبيبي عم نجيب. اهلا وسهلا. ازيك يا منى؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ست ام احمد؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ نجيب؟ اتفضل اتفضل. اهلا يا الف مرحب. يا ستنا احنا بقالنا 3 ايام واحنا ندعبس على عنوانك لحد ما اكتشفته بقى بالفتاكه بتاعتي. قلت تبقى عيبه كبيره نكون في مصر وانا الجيش نسلم عليك. فيك الخير والله يا استاذ نجيب. وسي احمد اخباره ايه؟ طيب بخير يا اخويا الحمد لله. الحمد لله. ودي صورة جديدة دي؟ ايوه يا اخويا، بعتها لنا في جواب. ومين اللي معاه في الصورة؟ دي مراته يا اخويا، سهام بنت الدكتور صفوة.
خطفي بعد احمد بشهرين كتب عليها هناك وجوزها. لازم تجينا في كل الاجازات. مع السلامة يا منى. الله يسلمك. خلي بالك من كريمة. كريمة في عينيا الاثنين. مع السلامة. يعز علي فراقك يا منى. يعني كان لازم تطلبي نقلك لمصر. ما بقاليش قعد هنا يا عم نجيب. بابا مات وكريمة اتجوزت. عم نجيب مفيش اخبار من احمد؟ اللي ما سأل عني بجواب واحد. منى اعملي زي ارمي الماضي ورا ظهرك وبصي لمستقبلك. عم نجيب. منى ما تنسيش الجوابات يا منى ودايما طمنين عليكي. حاضر. احلى من بطتي. خدي البونبونيه دي. اشكرك يا ابا. ايام على مهلك بس. مالك؟ انا جعانه. وقعتي؟ معلش يا حبيبتي معلش. بس مالها دي؟ البنات زقوها وقعوها وجرالها ايه؟ يلا يا شاطر اجري اجري اكسر البنت ضلع يطلع لها عشرة. حرام عليك يا زهير. والله ما هيتلف البنات غير حنيتك الزايدة. لكن ما انت معذورة، لو عندك اربعة والخامس دايق في السكة كنت قطمت رقابيهم. الكلام ده بتقوليه من ورا قلبي. طيب ما تتجوزي وجربي. عاملة اضراب ليه؟ ولا اضراب ولا حاجة. قلتلك 100 مرة لما الاقي الشخص المناسب. يا اختي بقالك 6 سنين بتقولي لما الاقي الراجل المناسب والرجال على قفا من يشيله ويتمنوا تراب مهيتك. الله منى جرالك ايه؟ مالك كده زي اللي نزل عليكي سهم الله؟ احمد ده يبقى ايه بقى؟ ها؟ قولي لي احمد ده مين؟ منى في واحد برا مستنيكي في اوضه الزوار. Thank you.
اهلا منى. عم نجيب. عم نجيب، مالك اتخدتي كده؟ هو انا يا ترى جاي استلف منك؟ اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا بنتي. المره دي غبت عليا قوي. لا اطمني، من هنا ورايح هتزهقي مني. خلاص هقعد لك في مصر على طول. ركنوني على الرف. ايه؟ اتحلت على المعاش؟ والحمد لله. معلش، ربنا يديك طول العمر. ضروري، اصل عمري شقي بقي. انت قريت جرايد النهارده؟ ايوه يا ستي قريتها، وعرفت كمان ان احمد جه وجارر معاه عيلين حلوين قوي ولاده، ربنا يسعده بيهم عقبال ما نفرح بولادك انت كمان. الحمد لله على كده، انا رضيت باسمك. لا مش اسمه كلام ده، انت لازم تتجوزي. يا عم نجيب ما تطلبش مني المستحيل. انا اسف قوي يا جماعه، معاد الانصراف فات وانا عطلتكم شويه. لا بسيطه يا استاذ. طب اتفضلوا، على السلامه. وحضرتك لسه هتقعد؟ معلش عندي شويه شغل. طب نسيت احنا. السلام عليك. الو احمد، عندك فكره الساعه بقت كام دلوقتي؟ 4:15. اسف يا سهام، يظهر الشغل خدني وما حسيتش بالوقت. حاضر حاضر، مع السلامة. اهلا وسهلا. مسيكي بالخير يا استمونة. نعم، سعد مساك يا حاج. واعتذر. وبعدين معاك يا سهام، انا بعتذر لك، عايزاني ايه؟ اركع واطلب الصفح؟ لا يا استاذ، بس في حاجه اسمها اصول، مش هنفضل طول حياتنا عايشين في هرجله؟ اتفضل الغدا جاهز. منى 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 يا انا. بابي بابي حبيبي. اوبا رحبا في انا وحياتي. يا منى والله عال، لا نظام ولا مواعيد ولا احترام لاي وضع. يا فاطمه فاطمه أفندم، خدي البنت وديها اوضتها. حاضر. ليه ما تخليها معاك شويه؟ انت هتتغدى ولا هتشغل نفسك بالبنت؟ هتغدى وهي قاعده معايا، على الاقل تفتح نفسي للاكل. الغدا له اصول يا احمد، خدي البنت. حاضر. صحيح، خدي يا فاطمه. كنت ناسي الحكايه دي. اتفضلي. ايه ده؟ هاكل لوحدي؟ طبعا، انت فاكر اني هقعد لغايه 5:45 من غير غدا؟ يا سهام بقى جايباني عشان اكل لوحدي؟ ما كنت كلت سندوتش في المصنع. يا باش مهندس، الاصول ان الناس تتغدى في بيوتها وانهم يحترموا مواعيد الاكل وانهم ينظموا حياتهم. و ما
يفتحوش بقهم اذا امكن. اهلا عدول. ازيك يا ناس؟ بابا هنا. بابا. اهلا عدول. اهلا اهلا حبيب بابا. اوبا. عملت ايه في يلا يا عادل. ايوه يا ماما عارف على اوضتي. واحد برا عايز يقابل سيادتك. اسف انا مشغول. ده بيقول انه عمي سيادتك. عمي؟ خليه يتفضل. عم نجيب. مش معقول. ومش معقول. اهلك توفاه الله بعد الشر. ازيك عم نجيب؟ زيك انت يا حماده بيه. ان شاء الله تكون بخير. اتفضل. اولا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وثانيا مبروك يا سيدي على المناصب الخطيره. الله يبارك فيك. وثالثا ما بعتش جواب واحد تسأل عني يا حمادة بيه. كنت مشغول والله يا عم نجيب بشكل مش طبيعي. لكل مجتهد نصيب. على كل حال أنا كنت بطمن عليك من المرحومة. الله يرحمها بحسن إيديها. عز علي قوي يا عم نجيب إن والدتي تموت وأنا في أوروبا. البركة فيك يا ابني كلنا له. المهم ازاي احوالك دلوقتي؟ زي ما انت شايف راجل عجوز بكحكح على المعاش لكن برضه ضارب الدنيا صرمة. وازاي مطروح واللي في مطروح؟ علمي علمك يا ابني. انا جيت مصر خلاص. قولي الكتاكيت دول ولادك؟ ايوه عادل ومنى. ربنا يخلي. قولي منى زيها عندها اولاد؟ حلوين قوي اولادك ربنا يحرسهم. عم نجيب ما تلفش عليا منى زيها. الله الله يسلمك. ما اعرفش عنها حاجه ابدا. عمو نجيب قولي انت هنا. انت سافرت اوروبا عشان تقعد 4 سنين. ايه اللي قعدك 7؟ بعد ما خلصت دراستي يا سيدي لفيت على مصانع اوروبا قلت انتهزها فرصه للتدريب العملي وعشان اشتري المكانات الجديده. لكن ازاي ما تعرفش حاجه عن منى؟ انت ما بتزورهاش. يوعدك بزياره النبي يا سي احمد. بقول استاذن انا. عم نجيب ارجوك انا حاسس انك مخبي عني حاجه. انا بس عايز اطمن على منى. يا ابني قلت لك اطمن اطمن. صباح الخير. صباح الخير. جيتم في وقتكم. شوف شغلك بقى. عم نجيب عم نجيب طريقتك في الكلام عن منى شغلتني. حصل لها حاجه؟ ابدا يا ابني ابدا. قلت لك اطمن. سلام عليكم. الو. ايوه لحظه واحده. تليفون يا باشمهندس. يا باشمهندس تليفون. الو. ايوه مين؟ ايوه سام. في حاجه؟ احب افكرك بحاجه مهمه لانك انت دايما بتنسى نفسك. بكره عيد ميلاد عادل لازم تشتري له هديته من النهارده. احمد. ايوه النهارده ايه؟ طيب طيب حاضر حاضر. مع السلامة. أظن دي كويسة. طيب يا فندم أحطها لك في علبة؟ لا متشكر. أمرا. مبروك. الله يبارك فيك. Thank you.
ازيك يا منى؟ الله يسلمك يا احمد. خلاني اركب معاك. هو نفس اللي خلاكي تقعدي لحد دلوقتي من غير جواز. انت عرفت؟ ايوه عرفت ان القدر كان اقوى مننا. أنا السبب في كل اللي حصل. اللي حصل ملناش ذنب فيه احنا الاتنين. كل الظروف اتجمعت علشان تفرق بينا. ايوه، وعشان تحكم عليكي بعذاب الوحده والحرمان 7 سنين طوال، وتحكم عليا بحياه ممله ملهاش طعم ولا معنى. لكن انا على الاقل كنت بحاول انسى، كنت بهرب من حياتي بالشغل، ليل ونهار شغل، وربنا ألهمني الصبر واداني العزة في ولادي عادل ومنى. لكن انتي، بنتك اسمها منى؟ كان لازم اسميها منى عشان تفضل منى في حياتي طول العمر. يعني كنت عايشة معاك طول الوقت في كل لحظة مع انك مسافر وفاهم اني اتخليت عنك. القلب المليان بالحب ما يعرفش يكره. حبك عاش وهيفضل عايش في قلبي على طول. فات الأوان يا أحمد. أبدا، لسه قدامنا العمر كله. حرام نعيش في ألم وحرمان والسعادة في إيدينا. السعادة دي أصبحت مش من حقنا يا أحمد، هنسرقها من زوجة وأطفال مالهمش ذنب. وإنتي ذنبك إيه؟ تقضي بقية عمرك تضحي وتعيش على ذكر حب. وفي إيدينا إيه نعمله يا أحمد؟ الظروف أكبر مننا، لكن عمرها ما هتكون أكبر من حبنا. حبنا، حبنا يا منى لازم يملي إرادته على القدر. حبنا هيستمر وهيعيش طول ما احنا عايشين في الدنيا. قلتي ايه يا منى؟ بتسألني يا أحمد. ست منى، اتأخرتي ليه يا بنتي؟ ده انت عمرك ما عملتيها، ده احنا بقينا نص الليل. اصل كنت عند واحدة صاحبتي وقعدنا نرغي والوقت سرقنا واتأخرت. معلش، تصبحي على خير. الو منى، اسمعي، انا قلت اني من طرف كريمة، لكن انا احمد. اهلا اهلا.
ازيك يا عم جدلة؟ جدلة ده ايه؟ بقولك انا احمد. طب ما انا عارفه يا عم جدلة. ازيهم كلهم؟ ها؟ في حاجة؟ ايوه وحشتيني اوي، مش قادرة استنى لغاية الميعاد، عايز اشوفك نص ساعة بس، ممكن؟ ما انت عارف ان انا بشتغل لغاية الحصة السابعة يا عم جدلة. ايه؟ اه الحاجات اللي جبتها لي معاك. طب اقابلك بقى بعد الظهر. ايوه الساعة 7. مع السلامة يا عم جدلة. متشكرة قوي. لكن انا حاسة بذنب كبير. منى ما تقوليش كده ابدا، انتي من يوم ما رجعتيلي رجعتلي سعادة الدنيا، سعادة كبيرة هونت عليا كل حاجة. وانتي جنبي يا منى مش ممكن في حاجة تتعبني. يا حبيبي. بس انا هبتدي اتعب من بكرة. ليه يا عم؟ عشان مش هقدر اشوفك. ليه؟ عندي شغل في اسكندرية، مضطر اسافر يومين هناك. خدني معاك. صحيح ممكن تاخدي اجازة؟ اجازة؟ ده انا بقالي 7 سنين ما خدتش يوم اجازة. يا روحي. الأوضة اللي محجوزة باسم منى مصطفى. ايوه يا فندم 136. طب لو سمحت تبعت 10 صاغ لسواق التاكسي. 47. ميرسي. 136. الو اديني اوضه 136 من فضلك. الو يا اوضه 136. الحمد لله على السلامه يا روحي. قولي لي الاوضه عجبتك؟ دمها خفيف. طب حلو، انا هنزل دلوقتي اخلص شغلي والساعه 2 بالظبط الاقيكي مستناني في نفس المكان عشان نقضي يوم لطيف. حاضر حاضر يا عم جدلنا. بتعمل ايه؟ انت مش هتنزلي البحر؟ ما جبتش مايو. خسارة، كنت عايزك تنزلي معايا. معلش. ايه رأيك في ده؟ يا حبيبي ما بتنساش حاجة أبدا أبدا. يلا البسي بقى. منى دايما منى.
فكرتني بأيام مرسى مطروح. هنعيد الأيام الحلوة دي تاني. والصخرة اللي عليها أسامينا. هيفضلوا دايما جنب بعض. رحتي لحد فين؟ برضو المرسى مطروح. احنا دلوقتي في العجمي واسعد اتنين في الدنيا وميتين من الجوع. حالا. يلا حبيبتي. والله يا بابا مش عارفه احمد جراله ايه. اتغير خالص. ما بقاش طبيعي ابدا. يا ستي بلاش اوهام، الراجل بيحب شغله اكتر من اللزوم. الو اسكندريه؟ ايوه ايوه معاك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا احمد. انا صفوت. ما جاش ليه يا احمد؟ ايه؟ ما تقدرش تسافر بالعربيه بالليل؟ طيب طيب على راحتك يا احمد. الاولاد بخير؟ ايوه ايوه بخير. وسهام جنب اهي هكلمك. ايوه يا احمد. ازيك يا سهام؟ الاولاد كويسين؟ الحمد لله. ايه؟ اجي؟ هاجي الساعة كام؟ بكرة ان شاء الله. حاضر حاضر حاضر. مع السلامة. الو يا 136. اسمعي يا روحي، ايه رايك بكره كمان نقضي في الجنه اللي كنا فيها النهارده؟ ها؟ وهنسافر بعد الظهر. موافقه؟ احبك يا 136. تصبحي على خير يا روحي. وانت من اهل الخير يا حبيبي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك منى. ميرسي قوي على اليومين دول، يومين من اجمل ايام العمر. العمر كله شويه عليك يا احمد. تصبح على خير. وانت من اهله. بكره بكره. مساء النور يا سمونة. سمونة. ايوه. عندي كلمتين عايزه اقولهم لك. خير. ما تزعليش مني، احنا طول عمرنا ناس كمل وعمر ما حد يتكلم علينا ابدا. لكن اللي حصل ان كل الحته دلوقتي بتلسن عليكي وعلى سهرك كل ليله، وكمان على الجدع اللي بيجي يوصلك بالاوتوموبيل لحد هنا، انا شفته بعيني. الكلام اللي بتقوليه ده يا حاج؟ كلمه ورد غطاها. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. بكره الصبح تلمي حزالك وتدوري لك على مسكن تاني، وربنا يستر على عبيده. كل ما بشوفك يا احمد بضعف واندفع معاك في طيار حب كبير ما بقدرش اقاومه. النهارده بس فقت وسالت نفسي ايه اللي يحصل لو انكشفت العلاقه اللي بينا. مركزك، بيتك، سعادة ولادك، مستقبلك، كل ده فكرت فيه يا أحمد. أحمد، الحب الكبير اللي بينا لازم تقابله تضحية كبيرة. لازم نتغلب على ضعفنا يا أحمد ونفترق للأبد. ليا رجاء أخير عندك، ما تحاولش تدور عليا. الوداع يا أحمد. Thank you.
حبيبي يا حبيبي. مكتب حرب النظرة فين؟ فوق يا فندم. وحضرتك تقرب لها ايه؟ احنا بلديات من مطروح. هي غايبة دلوقتي عن المدرسة. اقدر اعرف هي فين؟ والله مش من شغلنا نقول لك اخبار عن مدرستنا. اتفضل حضرتك اسأل عنها في حتة تانية. الو؟ يا ست الحاجة اعملي معروف، انا بس عايز اعرف هي عزلت راحت فين. اذا كنت انت ما تعرفش حاجه عن اخبارها انا هعرفها. ما كانش ينعز يا حضرت. كتر خيرك. لازم نتجوز يا منى. إذا كنت عايزة تحافظي عليا وعلى بيتي ما تبعديش عني أبدا. لازم نتجوز يا منى. أنا حاولت أعيش من غيرك ما قدرتش، فشلت في كل حاجة. بس ليه عندك رجاء؟ تحت امرك. علشان احافظ عليك وعلى بيتك لازم يفضل جوازنا في السر لاخر يوم في العمر. صباح الخير يا روحي. صباح الخير يا حبيبي. نفس الميعاد 8:30، ولا ثانية متقدم ولا ثانية متأخر. ما اقدرش اتأخر عليك. رايح فين؟ وحشاني موت.
يلا نفطر. ما انا هفطر اهو. يلا بلاش كسل علشان انت تلحق تروح شغلك وانا كمان اروح شغل. يلا. انت بتشتغلي ايه؟ بشتغل مرات. لكن مش متفرغه. في شغل تاني واخدك مني. ايه؟ بتغير منه؟ قوي. متهيألي يا منى ما بقالوش لزوم دلوقتي. يا حبيبي انت بتيجي كل يوم الصبح من 8:30 ل9:30 وبتيجي بالليل 8:30 ل11. اعمل ايه في الوقت الفاضي ده كله؟ املى فراغي ازاي؟ على كيفك يا منى. انا بس مش عايزك تتعبي ابدا. انا اللي اتعب واشتغل واسعدك. سعاده اكتر من اللي انا فيها مش ممكن. مفيش في الدنيا. لا في ايه؟ سعادتي انا. يا حبيبي كل حاجة جاهزة جوه في الأوفيس يا سيدي. يلزمي خدمة تانية؟ لا كتر خيرك يا مسافر. طب استأذن أنا بقى لحسن زمان أبو سيد بوسو شبرين. ليه؟ محرج عليا ما تأخرش بعد أذان العشاء. أصله بيعزيني قوي. ربنا يهنيكم ببعض. تعيشي يا ست. تصبحي على خير. وأنتي من أهل. لما بشوفك كل تعبي بيروح. تعال. احكي لك حكاية الشاطر حسن. مش انا ما نرتاح شوي. طب بعد ما ترتاح انا عندي لك مفاجأة. حلو؟ ما اعرفش اذا كانت حلوة ولا فين. لما ترتاح. لا لازم اشوفها. امرك. تعال. رسمتيها امتى؟ من 7 سنين بعد ما سافرت على طول. كان متهيألي انك خرجت من حياتي خلاص. رسمتها من خيالي وكل خط كنت برسمه فيها كان بيقربك مني وانت بعيد لحد ما كملت وملت علي الدنيا. يا منى يا منى. ايوه سعيده يا بنتي. سعيد. هي ست منى ساكنه هنا؟ ايوه يا سيدي. انا عمها. اهلا وسهلا.
هي مش موجودة. عارف يا بنتي عارف. وانت مين؟ أنا مسيد. أم سيد مين؟ مرات أبو سيد. وأبو سيد ده إيه؟ البواب يا سيدي. البواب. آدي اللي كنت خايف منه. هو إيه يا سيدي؟ أنت بتعملي إيه هنا؟ أنا بشتغل هنا. طيب روح أعملي لي فنجان قهوة على الريحة. حاضر يا سيدي. الهندسة الميكانيكية. عم نجيب قفشتك يا هرابة، مش عايزة تقولي لي على عنوانك ليه؟ أبدا، بس ما هو أنت ما سألتنيش. اتفضل. تشرب حاجة ساعة؟ القهوة يا سيدي. متشكر يا بنتي. العفو. زنيش يا بنتي إذا كنت طبيت عليكي كده زي القضاء المستعجل. لكن أنا بعتبر نفسي أبوكي، واجب الأب يطمن دايما على أولاده. طبعا، علشان كده بشعر إن لي الحق أتدخل في حياتك الخاصة. تسمحي لي يا بنتي أسألك سؤال؟ اتفضل. انت بتشوفي احمد؟ احمد؟ لا ابدا ما بشوفوش. منى، مش ملاحظة انك لأول مرة في حياتك بتكذبي عليا؟ ايوه. يعني احمد بيجي هنا؟ ايوه. وتسميه ده ايه يا منى؟ ما تظلمناش يا عم نجيب، القدر هو اللي جمعنا. رغما عن علمك بانه متجوز وله ولد وبنت؟ وجودي معاه هو اللي خلى بيته موجود ما يتهدمش. تقومي تضيعي حياتك ونفسك عشان احمد اعمل اي حاجه؟ انا مش مصدق. انت منى، منى العقله اللي ما بتطلعش منها العيبه، المربيه الفاضله، تعيش مع راجل في الحرام. انا يا ريتني مت ولا شوفش اولادي اللي رعيت حبهم النظيف ينحدروا للدرجه دي. ما تقولش كده، حرام عليك. حرام عليكي اللي انت فيه دلوقت. يا عم نجيب افهمني. افهم حاجه واحده بس، ان منى واحمد ولادي، ولادي الغاليين عليا قوي، خلاص ضاعوا مني. عم نجيب، عاوزة تقولي ايه؟ ما تتكلمي ولا حاجة.
منى. منى بنتي حبيبتي سامحيني يا بنتي ما كنتش عارف. منى عم نجيب الوحيد اللي لازم يعرف كل حاجه. تعالوا ربنا معاكم يا ولادي. عملية توسيع المصنع كلفتنا 30,000 جنيه. الإنتاج السنة دي زاد 3 أمثال السنة اللي فاتت. الأرباح والحمد لله غطت كل التكاليف. السنة الجاية إن شاء الله هن... بس 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 يا سيدي لما تيجي السنة الجاية نبقى نتكلم. قول لي هنا أفل. الواحد يعمل فيك إيه؟ يكافئك إزاي؟ إنك تسيبنا روح. الساعة بقت 2:15 وأوامر الإدارة العامة للبروتوكول إني أكون قاعد على السفرة والساعة بتدق 2 بالظبط. برافو برافو. ربنا يوفقك يا ابني ويسعدك كمان وكمان. ألف شكر يا فندم. اتفضل سيدي. شكرا. استغفر الله العظيم، مش ده اللي بقول عليه منكر يا ستي؟ وبعدين معاكي دي كازوزة. طيب احطها فين؟ هاي البيت اخر الميلاد عن ميعاد يا ستي. اصل عندي شغل كتير. هي العيشة دنت؟ ايوه تقدري تروحي يا مسيد. تصبحي على خير. وانتي من اهلي. وبعدين معاك بس يا احمد، ده بابا عازمنا الليلة، اقول له ايه؟ قولي له ان انا رحت المطار. قفشتك قبل ما تزوغ. اهلا وسهلا. ايه الحكايه؟ الحكايه يا سيدي ان في مناسبه سعيده جدا علشانك. ثانيا الليله راس السنه ولازم تسهر ويانا. ايوه بس انا ما كنتش عامل ترتيبي و بصراحه انا لازم اروح المطار عشان استقبل الخبراء الاجانب. لا 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 ما تتعبش نفسك، انا بعت 2 مهندسين يستقبلوهم بالنيابه عنك. انت نجم الحفله الليله. وايه المناسبه؟ ما هي دي بقى المفاجاه اللي انا محضرها لك. والله انا مش عارف اقول ايه بس امرك. اتفضل يا جماعة. يا حضرات يسرني جدا ونحن على ابواب العام الجديد ان اعلن خبر سعيد جدا. اعترافا بفضل الاستاذ احمد حمدي ونظرا لجهوده المشكورة اعلن انه قد اصبح شريكا لي في المصنع. ألف مبروك يا أحمد. أنا متشكر قوي يا عم، ميرسي قوي. عن إذنك يا بابا، ألف مبروك يا أحمد. ما تتصورش أنا فرحانة قد إيه. الحقيقة كانت مفاجأة كبيرة من عمي. أنت تستاهل كل خير يا أحمد. احمد بيه. اتفضل ميرسي. ايه
التليفون عطلان يا احمد. ما هو ده اللي خلاني اجي لك البيت. ايه في حاجه مهمه؟ لا ابدا، انا كنت عايز اطمن على وصول الخبر. لا اطمن اطمن. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب يا سيهان. وانت طيب يا بابا. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. اصحى يا حبيبتي. أحمد أنا آسف، أنا مكسوف من نفسي، مش عارف. ما حصلش حاجة، أنا بس اتشغلت عليك. المهم كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة يا روحي. أعمل إيه بس عشان أصلح غلطتي؟ ما تضايقش نفسك، ممكن ابتدي احتفل بالسنه الجديده. امرك يا حبيبي. طول العمر ده سوا وما رقصناش مع بعض ابدا. ممكن نرقص؟ نرقص.
كويس. حاضر يا ماما. منى يا حبيبتي كفايه بقى، بابا تعب خلاص. ليه يا بابي؟ فين الشباب؟ شباب ايه؟ ما عجزنا. منى انا عايز منك خدمه صغيره. عينيا يا بابي. ايه بابا عايز يزور، ايه رايك؟ هتروح فين؟ هروح طبعا، احنا مش مسافرين بكره اسوان، لازم نصحى بدري. وخايف ليه؟ خايف من ماما، لو شافتني وانا خارج قبل الحفله ما تخلص هتخبطني محاضره في الاتيكيت والاصول و و بس فهمتك. وعايزني بقى اشغلها لك؟ هو ده يا بنتي. عادل قلت لك ارقص كويس بلاش هرجله. ايه ده انت بترقص بلدي؟ طب 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 ما تزعلوش انا منسحب. معلش يا ماما اصل عادل ده انت عارفاه طبعا. ايه ده؟ خدني معاك. على فين يا ابني؟ انا رايح انام. برضه خدني معاك، خدني في اي حته ما فيهاش بروتوكول. بس تسيب ماما واختك لوحدهم مش اصول. حتى انت يا بابا بتكلمني في الاصول. معلش يا عادل عشان خاطر. حاضر يا بابا. سنة وانت طيبة، دي أجمل حاجة في حياتي. وانت طيب يا حبيبي. لكن هربت ازاي؟ منى الصغيرة هربتني. ايه ده؟ هنقضي أجازة نص سنة في أسوان زي العادة. لازم كل سفرية أجي معاك يا أحمد. وده سؤال برضو. أنا بقول تسافر أنت المرة دي مع الولاد، وأنا هقعد أستناك هنا. كل مرة بتقولي كده وفي كل مرة بقولك لا ما اقدرش ابعد عنك، تقومي توافقي وتقولي امرك يا احمد. امرك يا احمد. يعني كان لازم تنسي شنطتك وتأخري أخوك عادل؟ معلش يا سهام زمانه جاي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الست دي أنا شفتها فين قبل كده؟ ضروري في المطار، دي الظل اللي ماشي ورا أحمد حمدي على طول. حاجة يا بابا؟ عادل تمام على الشنط. حاضر يا بابا. اجي معاك يا عادل. تعالي. اوضة 17. يلا يا منى. عادل بص للست دي. الست دي انا فاكرها كويس. مش ملاحظ انها دايما تيجي اسوان في نفس الوقت اللي بنيجي فيه وبتقعد نفس المدة اللي بنقضيها هنا، وجاي معانا في نفس الطيارة من مصر.
سرقت فيلا احمد حمدي بالمعاهيب. سطى اللصوص على فيلا احمد حمدي مدير مصانع النسيج الشرقيه اثناء غيابي هو وحرمي في اسوار. ابلغت الخادمه الشرطه فانتقل رجال الامن الى مكان الحادث وبدا البحث فورا عن اللصوص. فيلا احمد حمدي بالمعاهيب غريبه. الو يا عبدو، انا صفت. مفيش حاجه حصلت عندك في البيت؟ يعني مفيش حاجه سرقت؟ غريبه. طيب والبي راجع امتى؟ النهارده. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. ازيك يا محمد؟ أهلا يا سيدي. أهلا. الله، ده جده هنا. جده. أهلا يا هادي الحبيبي. الحمد لله على السلامة. يا سلام. الحمد لله على السلامة يا منى. أهلا بيك يا بابا. ازيك يا روحي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عم. ازاي حال الشغل؟ الشغل مستنيك يا أحمد. وعشان كده عاوزك دقيقتين في المكتب. تحت امرك، اتفضل. اقفل الباب يا احمد. خير؟ تقدر تفسر لي الكلام ده يا احمد؟ انت ليك بيت تاني في المعادي يا احمد؟ لا ابدا، ده لازم سوء تفاهم او تشابه في الاسماء. اتعشم كده يا احمد. على العموم انا مش هجيب سياره اسهام لحد ما اتاكد لي ان الكلام ده مش صحيح. حاضر. السيجاره دي تمنها قد ايه؟ ب 150 جنيه.
وفي راديو صغير فيليبس ب30 جنيه. وايه كمان؟ بس دي كل الحاجات اللي اتسرقت. تتهمي حد بالسرقه؟ لا. سيادتك عندك اقوال تانيه عايزه تقوليها؟ لا لا، وتمت اقوالها وتوقع منها. تفضلي وقعي. شكرا. لا، هو الاستاذ احمد حمدي اللي يكون موجود هنا. ليه؟ لازم نساله عشان نستوفي المحضر، لانه صاحب البيت. لا لا، هو ملوش دعوه. الشقه بتاعتي وعقد الايجار باسمي، هجيبهولك حالا. اتفضلي. مش معقول ابدا بابا يعمل كده. لا معقول، انا حاسس ان الست بتاعت المعادي دي هي نفس الست بتاعت اسوان. تفتكر كده؟ هو كده، انا سامع موظف المطار بيقول عليها الظل اللي ماشي ورا احمد حمدي على طول. ايوه يا عادل، والخبر كمان اللي في الجورنال بيقول ان الفيلا انسرقت اثناء غياب احمد حمدي وحرمه في اسوان. يعني متجوزها؟ دي كانت تبقى مصيبه كبيره. المهم دلوقتي ان ماما مش لازم تعرف. احمد، ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انا جاي اطمن عليك يا منى. انا هيجرى لي ايه؟ المهم بيتك وأولادك. الله يجازيها أم سيد، هي اللي قالت في التحقيق، لكن أنا أنكرت حكاية جوازنا في محضر البوليس. إزاي يا منى؟ أحمد، مفيش وقت، إلحق إعمل أي حاجة، إنكر إن في أي علاقة بيني وبينك، إكتب تكذيب في الجرايد. مش ممكن يا منى. عشان خاطري يا احمد. طرش. وحياتي عندك، وحياتي. لحد امتى هتفضلي تضحي علشان؟ لاخر يوم في عمري. الو منى، ازيك دلوقتي يا منى؟ الحمد لله. عايز اجي اطمن عليكي. ليه بس؟ ما الحكايه هديت خلاص؟ لا يا احمد، لازم نيجي على نفسنا شويه ونصبر لغايه الحكايه ما تتنسي خالص. اطمن يا حبيبي، انا كويس قوي. لكن انا تعبان قوي يا منى. حكايه التكذيب دي سببت لي ازمه نفسيه. حاسس ان انا صغير، ضئيل، اتصرفت بندالة. احمد، ما تفكرش في الحكاية دي، انا اللي طلبت منك تعمل كده. معلش يا حبيبي، عشان خاطري لازم نصبر كمان شوية. مش قادر يا منى، مش قادر. اقولك ايه؟ حاضر، بس خدي بالك من نفسك وحياتي. مع السلامة.
ايوه اتفضل. يعني حضرتك عارفان؟ ايوه انا كمان عارفك كويس، والناس كلها عارفتك. انا انت واحده ما عندكيش قلب ولا ضمير، انت هتقضي على مستقبل عيله بحالها. بابا بابا مرشح يبقى رئيس مجلس اداره، واختي اختي منى خطوبتها الاسبوع الجاي، وانا انا كل زملائي في الجامعه عاملين نتريقتهم. يا ابني حرام عليك، ده انا عمري ما فكرت اضركم، بالعكس ده انا باختصار انا مش جاي اترجاكي، انا جاي اطلب منك تبعدي عنا، ومستعد ادفع اللي تطلبيه. عايزه كام؟ ما تتكلمي، عايزه كام؟ عادي. ايه اللي جابك هنا؟ اظن حضرتك عارف كويس انا جاي هنا ليه. لو سمحتي سيبيني دقيقتين لوحدي. عادل اسمعني كويس يا ابني، انت جيت بدري عن الميعاد اللي كنت محدده، يا ريتك كنت اتأخرت شوية لحد ما تكبر وتتخرج من الجامعة عشان تقدر تفهمني وتقدر موقفي. أنا مش عيل صغير، أنا فاهم كويس قوي. اسمعني يا ابني، الست دي اللي أنت جاي تساومها علشان تخرج من حياتي كان ممكن في يوم من الأيام تبقى أمك، لولا الظروف اللي فرقتنا في آخر لحظة. الست دي اللي انت جاي تقول لها عايزه كام، مش عايزه حاجه ابدا. الست دي بتدي وما بتاخدش حاجه ابدا، ادتني حياتها كلها وما خدتش غير ساعات من حياتي. ضحت يا ابني بكل حاجه عشان تحافظ عليكم وتحفظ لكم سعادتكم. شيء طبيعي جدا انك تدافع عنها. يا ابني انا مهما دافعت عنها مش هقدر ابدا اوفيها حقها. يا عادل الست دي لو ما كانتش نبيله كان في ايديها تهدم حياتكم وتشردكم. يعني حضرتك بقى عايزنا تشكر لها؟ لا ابدا يا ابني، انا عايزك تقدر وتفهمني. ما اقدرش افهم ابدا دفاعك عن واحده ست غير شريفه. الست دي مراتي، فاهم؟ مراتي وهتفضل مراتي لحد ما اموت. اطلع بره، اخرج اخرج بره، اطلع اخرج بره اخرج بره. حرام عليك، هو ذنبه ايه؟ اطلع بره. هو ذنبه ايه؟ اخرج بره اخرج بره. احمد مالك؟ انت تعبان؟ لا انا بقيت كويس. اجيب لك كوبايه ميه.
أحسن دلوقتي. الحمد لله. ليه عملت كده يا أحمد؟ ليه قلت العادي؟ عشان هعلن جوازنا. لا يا أحمد، اوعى تعمل كده. أعمل إيه أكتر من اللي أنا عملته؟ بلاش تهد كل اللي بنينا في لحظة غضب. قوم يا أحمد، قوم روح. الحق عادل قبل ما يتكلم. خليه يتكلم. أحمد، البيت ده لو جرى له حاجة أنا هبقى أتعف إنسانة في الدنيا. إذا كنت عايز تريحني قوم الحق عادل. قوم. حاضر يا منى. أحمد. أيوه. خلي بالك من نفسك وابقى طمني. حاضر. أجي لك الصبح زي العادة. يا حول الله يا رب. ما خبيش عليك، الحالة خطيرة جدا. عنده ايه يا دكتور؟ ذبحة صدرية حادة. رايح فين يا عادل؟ اشوف بابا. ممنوع يا عادل. لازم اشوف. يا بابا عادل، خلي بالك يا ابني من منى الصغيرة، من منى الكبيرة. لا يا بابا أبدا، أنت هتخف وهتعيش، هتعيش لينا وهتخلي بالك مننا كلنا، من منى الكبيرة ومنى الصغيرة.